حقيقة أناس يعيشون في كوكب آخر بمعنى الكلمة. وإلى الآن الأكاذيب تجتار وتستمر نفس الكلام، أكاذيب عجيبة ما خطرت على قلب بشر. يصنع لفيلم كامل بالسيناريو بالإخراج بالموسيقى التصويرية بالحبكة الدرامية بالكذا، وشوية يخلي معه شوية بكي. اللهم إنهم تطولوا على عائشة، اللهم دمرهم تدمير. الله شلون هالشكل كوكتيل أديان تشيع طلع بهالطريقة يعني. ومن هالحكي هذا وآخر شيء العرعور يطلع سيف ويوقف أمام الكاميرا و... إنني لنضرب به نظرا علي لله لإيقاف المد الشيعي، إنه سرطان أخطبوط أخطبوط. واحد منهم واحد شكلهم أعوذ بالله. الشيعة أخطبوط وأصبح خطيرا، الشيعة أخطبوط وأصبح خطيرا. Happy ending.